اليوم إن شاء الله بيصدد استلام شحنة مساعدات من الهلال الأحمر الجزائري، وهو بهذه المناسبة أن أشكر الدولة الجزائرية رئيسا وشعبا، وكذلك الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر الليبي الذين تعاونوا بأجل المواطن الليبي من أجل المواطن تخفيف معاناة المواطنين الليبيين. وفي النهاية أريد أن أشكر عميد بلدية غدامس، كذلك أعضاء الهلال الأحمر بمدينة دبدب، وشكرا وإن شاء الله يدوم الخير على الجميع إن شاء الله وتكمل البلاد.